إخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وفي هذا الفيديو سأتحدث قليلا بخصوص مركز تأشيرات قطر. إذا ما هو مركز تأشيرات قطر؟ تكلمنا عليه من قبل، ألا وهو مركز لعمل الفحص الطبي، البصمة، العقد، العمل كله خارج البلاد، أي خارج قطر. ففقط العامل يعمل البصمة والميديكال، الفحص الطبي وعقد العمل خارج البلاد مع الفينجر برينت، أي البصمة مع الكل خارج البلاد، أي في بلده. وهذه البلدان فهي 5 أو 6 سنوات. إذا لعمل هذا ندخل على الموقع اللي هو QVC قطر، QVC Visa Center. نختار اللغة التي نريد أن نعمل بها الواجهة تبع الويب سايت، ففي إنجليزي، عربي، أوردو، هندي، نيبالي، سريلانكي، فلبين، لحسب الدولة أو لحسب الشخص اللي راح يسوي الموعد من شو أي ما يحب بخصوص الواجهة. إذا سنختار العربية، وهنا نختار الدولة التي المراد عمل الكيو في سي فيها. فكما تلاحظون بالنسبة للكيو في سي في بنغلاديش، الهند، نيبال، باكستان، الفلبين وسريلانكا. هذه الدول لو في عندك أي شخص تريد أن تعمل له تأشيرة على السيستم وهو من الجنسيات التالية، فلا بد عمل الكيو في سي خارج، عمل الإجراءات كلها خارج البلاد، أي في بلده. وكذلك بس للتذكير، عند عمل التأشيرة بالنسبة للجنسيات التالية يجب إدخال الراتب، لأنه بيوقع العقد داخل البلاد. فعند عمل التأشيرة يطلب منك إعطاء بعض المعلومات كالمؤهل العلمي وتفاصيل الراتب، كذلك التذكرة، كذلك التذكرة كل سنتين أو كل سنة حتى يوقع على العقد خارج البلاد. إذا مثلا اليوم سأخذ حالة شخص باكستاني لدي، فيحولني على النظام. إذا هذه واجهة النظام. فلدينا هنا معلومات عن طريقة الحجز، يعطينا معلومات عن كيفية الحصول على الحجز والخطوات كما ترى. في حالة أراد حد أن يرى الخطوات منهم، و لدينا كذلك طريقة لحجز موعد، وهنا تنظيم موعد. بالنسبة لإحجاز موعد، هي في حالة أنك أول مرة راح تحجز للشخص المراد عمل الكيو بي سي له في تلك البلاد. وتنظيم موعد في حالة طباعة الموعد أو تغيير تاريخ إلى آخره. إذا سنرى ماذا يوجد في تنظيم الموعد. هناك تعديل، تعديل شيء في الموعد، إعادة الحجز مرة ثانية. وهنا لو في قائمة الانتظار، يعني تعديل الموعد يساعد صراحة. قائمة الانتظار ولا ما اشتغلت بها. أوكي، فقائمة الانتظار في حالة عندك موعد مثلا تاريخ بعد شهر، ففيك ترجع للويب سايت مرة ثانية على الويب سايت وقائمة الانتظار، ترى هل في موعد مفتوح قبل هذا التاريخ فتأخذه. وهنا بطبيعة الحال إعادة طباعة الورقة. إذا طريقة سنذهب الآن إلى إحجاز موعد. المعلومات، ندخل أولا رقم جواز السفر، وندخل رقم التأشيرة، وندخل الحروف والكلمات الموجودة هون كابتشر وإرسال. إذا في هذه الحالة أنا سأدخل المعلومات. كما تلاحظون فهنا يعطيني بس بأنه
على رقم تليفون إلى آخره، مقدم الطلب الرئيسي. إذا رقم الجوال، ممكن تضع رقم جوال الشركة الأول حتى تكون على اطلاع على أي تحديثات، والإيميل كذلك يفضل إيميل الشركة حتى تأتيك أي تحديثات. وهذا البريد الإلكتروني هنا مهم جدا، لأنه عند الانتهاء من الفحص وإجراءات البصمة إلى آخره، يرسل إليك على هذا الإيميل الذي ستكتبه هنا عقد العمل والتأشيرة. فأحيانا يكون الشخص محتاج إلى عقد العمل هون بعدين. إذا فهنا أعمل إنه نفس الإيميل، وفي رقم تليفون الشخص الذي أريد أن أعمل له فحص حتى يمكنهم الاتصال به في أي حالة من الحالات كإعادة الفحص. فالرقم هون لا يسمح به رقم قطري، لازم أن يكون خاص بالبلد التي يعمل عليها الفحص. إذا سآخذ أنا رقم هون، لأنه صراحة ما عنديش رقم. بعدين سأغير البيانات، هذا بس بيان توضيحي. هنا يسألك إن كان الشخص موجود في قطر من قبل. لو سوينا مثلا نعم، يطلب منك أن يحضر معه صورة من الأي دي القديمة. إذا هنا أؤكد المعلومات، يعطيني معلومات عن تاريخ انتهاء التأشيرة، وهنا كما تلاحظون يعطيني أسماء الأماكن التي يوجد فيها. فهنا يعطيني عند الذهاب إلى هذه المرحلة يعطيني أسماء المراكز، لأنه هنا مثلا في 2 كراتشي وإسلام أباد، الهند في 4 أو 3 أماكن، بالنسبة للفلبين في مكان واحد، على حسب كل دولة وعدد المراكز الموجودة. إذا سأختار المكان المركز، وهنا قائمة بالتواريخ التي يوجد فيها المواعيد، فأختار أقرب موعد. بالنسبة لي أقرب موعد هو 22، بس بالنسبة لهذا العامل مثلا أعرف بأنه المركز لا يوجد في نفس المدينة، فممكن أن أجعله من بعد يومين أو 3 يكون أفضل. فسأضع هنا اليوم، وهنا الساعات المتوفرة لعمل على المركز. إذا عادة كذلك أختار ساعة منتصف النهار يكون أفضل، لأني لا أعرف الوقت الذي سيصل به إلى المدينة المراد عمل الفحص فيها. وعند التالي يؤكد لي معلومات الشخص كلها. بعدين أدخل هون وتأكيد، هنا اسم الشركة وكذلك تأكيد على المعلومات. إذا كما تلاحظون الحين أعطاني الموعد اللي هو الساعة 12، والتاريخ ومعلومات عن هذا الشخص والرسوم. الرسوم يتم دفعها عند عمل التأشيرة، فبعد عمل التأشيرة بعد يوم أو يومين يأتيك توقيع العقد ودفع الرسوم من موقع وزارة الداخلية. فالرسوم هي عبارة عن تقريبا 500 ريال للفحص، أي 137 دولار تقريبا. وهنا يمكن طباعة النموذج اللي هو الموعد، أو عمل داونلود للموعد كذلك، فيبقى اختيار الشخص شو بالضبط راح. تمام، فقد تم تحميل ملف الموعد. ما يلزم حاليا فقط أن تبعث هذا الموعد إلى الشخص الذي سيعمل فحص هناك، يأخذه معه إلى مركز مركز قطر للتأشيرة اللي هو الكيو بي سي هناك. وفي حالة إنهاء الفحص بشكل جيد وعمل البصمة إلى آخره، سنجد رسالة، ستصلنا رسالة إلى البريد الإلكتروني وإلى الإيميل المسجل بالموعد بأنه قد تمت العملية بنجاح
أو أن الشخص لم يأتي في موعده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.